الترانيم الروحية المارونية احتفلت رعية سيدة المعونة الدايمة بالفيف أوكرانيا يوم السبت الماضي بقداس عيد شفيع الكنيسة المارونية مرمرون ناسك والراهب والكاهن بي الطائفة المارونية، فهللت الأرض فرح وابتهاج بهالعيد وفاضت الكنيسة بصلوات وأمنيات المؤمنين. ترأس القداس اللي نظمته العائلة المارونية بأوكرانيا المتروبوليت ميتشيسواف موكتشيتسكي بمعاونة لفيف من الأساقفة الأباء والكهنة، من ضمنهم الأب جوزيف العنديري اللي أتى خصيصا من لبنان ليحتفل بالذبيحة الإلهية ويقدم صلواته على نية أوكرانيا ولبنان. كما شارك بالاحتفال المبارك وفد من الجالية اللبنانية الموجودة بأوكرانيا وعدد من أبناء منطقة الفيف وجوارها. أما الجوقة فضمت عدد من المرنمين اللبنانيين اللي بدورهم حبوا يسبحوا الرب، فتوجهوا من لبنان لأوكرانيا ليوصلوا الإيمان المسيح اللبناني لكل أعماق العالم. شكر المتروبوليت ميتشيسواف موكتشيتسكي بعظته العيلة المارونية وكل المنظمين اللي سهروا وتعبوا ليحيوا هالاحتفال المبارك، طالبا شفاعة القديس مارون ليباركن ويكون معهم بمسيرتهم، مشيرا بكلامه إلى أنه الكنيسة المارونية بتعلمنا كيف منكون قديسين، متمثلا بالقديس مارون بي الكنيسة المارونية والقديس شربل اللي عاش الطاعة والعفة بحياته. كما وبمناسبة العيد المئوي للبنان الكبير قدم المتروبوليت صلواته على نية لبنان ليبقى مستقل ويحافظ على دوره اللي هو أكتر من وطن، هو رسالة. بنهاية القداس المبارك أعطى المتروبوليت البركة الإلهية وبارك الأرز اللبنانية اللي بترمز للشموخ القوة والصلابة وحاضنة بقلبها ذخاير القديس شربل.